السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان هانيين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم سمحوا لي الى الصوت ديالي شويه متغير، راني من غنغا شاده واحد الجريب مزيان نيت مع الغالب الله. راكم عارفين دابا هذا الوقت هادي، يعني الجو ما ماشي حتى لتما، الشتا برد وحنا كنتلفوا في الشغل، لبسوا صراحه رانا لعقتها. نطفي الليل والشرجم محلول وضربني البرد. المهم ما نشكيش عليكم بزاف، باش بنادم ما يدخلش في شي طاقه ماشي هي هذيك. اللي مريض الله يشافيه والله يحفظنا كاملين، وهادشي اللي كاين خوتي. المهم نط كابرت في الكوزينه، درت لولادي الكيش بالخضره للعشاء. عندي كانت عندي لاباط فيتي في الثلاجه، اش غندير ندرت ليهم الكيش بالخضره، وهادشي اللي كاين. صراحه عيانه والله، ما عنديش الكانه ندير شي حاجه اخرى، ولكن خصهم ياكلوا ضروري. الوغ اش غندير ما ندير؟ قلنا نوضي ديري هاد الكيش، الحمد لله كلشي كاين. وشاركته معكم واخا هكا فاتيغي وداكشي، ولكن ضروري غنوض الوغ الله ما يديرها كامله ولا بلاش. المهم احبابي خليكم معايا، نديروا الكيش بجوجنا انا وياكم ان شاء الله. شوفوا الكيش ديالي كي كندير، مره كندير هذا بالخضره هكا بالدجاج، مره ندير تسومه، مره نديرو بالطون. المهم الكيش تبارك الله راه فيه بزاف ما تنوعوا، تقدروا ديروه غير بالخضره، يعني كل واحد شنو كيبغي. المهم انا هذا اليوم درتو بخضيره مع البصله والدجاج، وخليكم معايا حبابي كملوا معايا حتى الاخر وما تزابيوش. المهم حبابي هنايا كي قلت لكم وجدت بصيله كبيره مع الكورجات محكوكه، وما انا درتهم ديجا في المقله. وهنايا عندي شويه ديال الدجاج مشرمل ديجا، كنت دايراه في الكونجيلاتور جبتو. عندي ثلاثه د البيضات، عندي الفرماج 3 فرماج غابي هنايا، عندي لا كريم فريش والكريم ليكيد، شويه د الملح وشويه ديال الابزار، واجي نكملوا انا وياكم. المهم حبايبي هنايا كنديروا شويه ديال الزيت بيان سور، فوالا كنشحروا فيها هاد كنشحروا فيها الخضيره ديالنا كي كتشوفوا. غنزيد شويه ديال الملحه، واحد المعلقه ديال الملحه صغيره، نزيد انا شويه لانها ما كافياش، فوالا. وغنزيد شويه ديال انا غير رز المعلقه ديال البزار لانه عندي حار. مهم منين كيتشحر هادشي مزيان وكطيب هاد الخضيره، عاد غادي نكملو ان شاء الله نكمل الخليط. المهم البنات هانتوما كي كتشوفوا الخضيره ديالي ها هي طات، كتنزل الكورجات مع البصيله، غير الملح والبزار البنات وشويه ديال الزويته صافي. ودابا غادي نزيد الدجاج ديالي، ها هو اللي كتشوفوا فيه، نزيد هاد الدجاج ديالي يطيب معاهم باش ياخذ هو حتى هو ديك النسمه ديال الخضره. كيش غزال صراحه و تيجي ساهل. وشوفوا البنات اللي ما عندهاش دجاج مثلا، طيب الخضيره، تحك خيزو، تحك الكورجات، بصيله، فليفله، وتشحر داكشي كله مزيان، دير شي وتكب عليهم حتى يطيبوا ويساليو، وتزيد عليهم واحد الحك ديال الطون مثلا. لا ما كاينش الطون اختي حكي الكاشير، ديريه حتى هو راه كيجي بنين. المهم غير شي حاجه اللي تبنن، وصافي. ما هي الخضيره راه تبارك الله كافيه. المهم انتما كتشوفوا يطيب الدجاج ديالي، ودابا نوجدوا لا كريم. انتما حبايبي هنايا كي كتشوفوا ثلاثه د البيضات، درت شويه واحد الرز المعلقه ديال البزار وشويه ديال المليحه. البزار ما تقويوش، يعني غير البزار اللي غادي يقدكم. هنايا كتحركوا مزيان بيان سور، كتضربوا البيض ديالكم مزيان هانتوما على هاد الطريقه، تضربوا مزيان حتى هكا. المهم البنات البيض خاصكم تضربوه مزيان، وبكل صراحه تزيدوا فيه واحد النقطه ديال الخل. المهم البنات هنايا كي قلت لكم نزيدوا ديك النقيطه ديال الخل، انا ما عنديش، غنزيد الحامض
عرفتي علاش كنزيد الحامض اخوتي؟ باش ما كتبقى ليش ديك الزفوره ديال البيض. انتما تتعرفوا البيض كيخلي الزفوره. ديري لك واحد النقيطه ديال الخل الابيض ولا الحامض، المهم باش كي باش عندنا ديك الزفوره. من مورا هنايا غادي نزيد الفرماج غابي، فرماج غابي، ونزيد لا كريم فريش وعادي كريم ليكيد. المهم حبابي هنايا لا كريم فريش ديالي كنزيدها، كنحرك كلشي كي كتشوفوا كيجيك واحد الكيش خفيف، وفي العشاء صراحه ما نقول لكم شي يجي بنين. ترافقوا مع لا سالاد فيرت ولا، وهنا كتزيدوا هادي الكريم ليكيد. هانتوما كتشوفوا على الاقل واحد كاس كبير، واللي ما عندوش هاد لا كريم هادي اخوتي يدير الحليب، ولكن راه ضروري من لا كريم فريش لانها كتعقد لا كريم. المهم هانتوما كتشوفوا بابي هنايا تنزيد شويه ديال لا سيبولات هنايا مع لا كريم، وكتحركوا مزيان الخليط ديالكم باش داك البيض ولا كريم وداك الشيء كاع كينسجم مع بعضياته بهذه الطريقه. فوالا دابا نطلع الخضيره ديالنا نشوفوا واش وجدات. هانتوما الدجاج ديالنا ها هما دابا تشحروا مزيان صافي. دابا غندوزو للتعمار ديال الكيشي ان شاء الله، وخليكم معايا باش تعرفوا باش غادي نزوقو من الفوق تيجي كاراميليزي بزاف. يلا حبايبي ما تمشيو فين. المهم البنات هنايا كناخذ لاباط فويتي ديالي بيغ بور، انا كنستعمل هادي ورا فيها بزاف ديال الانواع. المهم انا هادي مولفها هادي اللي كندير، ودابا غادي نوجدوا الكيش ديالنا ان شاء الله في اللاطه باش ندفعوه للفران. المهم البنات من مور ما حطيت لاباط ديالي في اللاطه كنشد معلقه ديال الموطارد، انا كنستعمل هذا اللي كتشوفوا معلقه ديال الموطارد، لان الموطارد كيمشي مزيان مع الخضره ومع الدجاج. المهم كتايطاليو هاد لا موطارد ديالكم مزيان كي كتشوفوا هكا في اللاطه كامله. فوالا موطارد صراحه مع الدجاج نتوما راكم عارفين تيعطي واحد البنه رائعه. وهنايا غادي ندوزو للخضيره ديالنا ان شاء الله. هانتوما حبايبي هنايا كدرت الخضيره ديالي في فوق لا موطارد، ودابا غادي نشد الخليط ديال لا كريم اللي درت، غادي نزيدو على الخضره وعاد نزوقوها بلي طوماطي ان شاء الله. هانتوما حبايبي دابا ملي كديروا لا كريم كتزيدوا هاد الميطشات هكا من الفوق، كتزوقوا بمطيشه هكا من الفوق، بحيت منين كطيب عرفتي كتحمر كتجي غزاله. هانتوما على هاد الطريقه صافي، وكتخشيوه في الفران حتى كيطيب. منين داك الفرماج كيطلق مع لي طوماط وداكشي عرفتي كيعطي واحد اللون غزال، وما نقول لكمش البنه. المهم غندفعوه في الفران، ومنين يطيب غنشاركو معكم ان شاء الله. قبلوا عليا، المهم انا راه كندير معكم داكشي بسيط جدا، وما كاين لا بروتوكول والو باش يعني الانسان يولف مع الحباب ديالو مع لي زابوني ديالو وداكشي يكون داكشي عادي. المهم شاركت معكم، هذا هو اللي غيكون العشاء ديالنا اليوم ان شاء الله. غندير معاه بتيت سالاد، يلا منين يخرج من الفران ان شاء الله ضروري نشاركو معاكم. المهم حبايبي هانتوما كي كتشوفوا الكيش ديالي من مور ما وجد هو هذا، تيجي غزال صراحه كي قلت لكم هاد الطوماطيش مطيشه كتجي زوينه من فوق منه كيجي محمر هكا على هاد الطريقه. انا نقطعو تشوفوا الداخل ديالو. المهم حبايبي ها هو قطعتو، شتو كيجي هكا بالدجاج، درت فيه الكوبجات كما شفتو مع شويه البصيله، عرفتي راه كيجي بنين البنات حاولوا تجربوه. وهادشي راه الدراري تبارك الله كيبغيوه، وفي الليل شي حاجه خفيفه. المهم انا صراحه انا براسي كيعجبني. دابا صافي هي هذيك نيت، دابا نيت غادي نعشيهم باش نمشي نتكى شويه رانا عيانه. يلا حبايبي قبلوا عليا، شكرا وحتى الفيديو الجاي، وما تنساوناش من لايك لهلا خطيكم عليا.